بس بشيرها عشان ابقى جاهز، بس مش هحط الشير على ال محمد مش راضي يدخل البرزنتيشن ليه؟ لا يقدر يدخلها. انت لا عامل نسي دي لها ميوت؟ نص. لا لا لا، حضرتك مش عامل ميوت، انت الزرار حضرتك الاخضر، الزرار الاخضر يعمل شير سكرين. ما انا بعمل شير سكرين مش راضي. يا فندم انت حضرتك كو هوست تقدر تعمل كل اللي انت عايزه. العربي، استنى لحظه دي، لحظه راجع حاجه، ميك كو هوست ماشي. كو هوست اعمل شير. اتفضل. كده خلاص. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في القناه الرسميه لقسم طب وجراحه العيون جامعه الازهر. النهارده ان شاء الله المحاضره بتاعت الاستاذ دكتور عربي عن الانتوبتيك فينومينا، على الفسيولوجي في انتوبتيك فينومينا. اتفضل دكتور عربي. ظهرت البرزنتيشن عندك؟ لا لسه، انت انا ظاهر عندي الكمبيوتر نفسه الديسك توب. ديسك توب، في دوس على الانتوبتيك فينومينا خليها فول ايوه سكرين. ايوه ما انا دايس عليها، ما ظهرت عندي اهي. ظهرت عندك؟ لا لسه. طب بدوس يا دكتور العربي على شير سكرين لا وبعد كده. هو بيشير السكرين، افتح البرزنتيشن نفسها. ما انا فاتحها. طب ستوب شير وشغلها تاني. هعمل لك ستوب شير وشيرها تاني. اوكي. شيرها تاني من فضلك. تمام. ظهرت؟ ايوه تمام يا باشا. ماشي اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم جميعا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الانتوبتيك فينومينا، وربنا يقدرنا ويساعدنا ان احنا نقدر نوصل لكم المعلومه بالطريقه اللي تقدروا تستوعبوها وتفهموها. الانتوبتيك فينومينا، انتوبتيك دي كلمه جريك وورد عباره عن انت واوبتيك. انت مين؟ انسايد، واوبتيك طبعا ذا اي. فانتوبتيك as a word mean inside or within the eye. ايه هي بقى الانتوبتيك فينومينا؟ الانتوبتيك فينومينا دي عبارة عن auto visualization of certain structure within one's own eye through proper arrangement of incident light. Under normal circumstances not appear, but it appear in special circumstances. طب ليه احنا ما بنشوفهاش على طول؟ نتيجة حاجتين. الهابت، خلاص العين اتعودت على الحاجات ديت فبقت هابت بالنسبة لها، فما بتنقلش الصورة بتاعتها. الحاجة التانية البرين نجلكت، البرين برضو متعود ان ده نورمال استراكشر في الاي، فبيعمل لها نجلكشن، كأن عمل لها سبريشن او امبليوبيا بالظبط بالنسبه للحاجات دي. طب ايه اسبابها؟ لو عدينا اسباب الحاجات اللي بتسبب ظهور الانتوبتيك فينومينا، ممكن يكون السبب ريفراكتيف افكت، الريفراكشن بتاع الريز اللي ماشيه حصل فيه abnormal refraction فظهرت الانتوبتيك، او يحصل diffraction effect، diffraction لللايت اللي داخل العين، او بتكون نتيجة شادو في الميديا زي ocular opacity في الكلير ميديا، في الفيتراس، في اللينس، في الكورنيا، او البركنج تري اللي هو الظل بتاع البلاد فيزلز على الريسبت، او البلو فيلد انتوبتسكوب اللي هو الكابيلاري بلاد سيركوليشن نفسه. سبب تاني ممكن يكون البيجمنت اللي موجوده في الماكل، ودي بتدينا حاجتين، حاجه بنسميها ماكسويل سبوت او هايدنجر براشز. في مجموعه تانية او اسباب تانية بنسميها الفوسفين. الفوسفين ده اي ستيميوليشن للريتنا سواء اذا كان ميكانيكال او كيميكال او الكتريكال بيديني sensation of light، فده اللي بنسميها الفوسفين. ففي أسباب كتيرة جدا لحدوث الانتوبتيك فينومينا كسبب،
بس لو عدينا الأسباب دي حليها حاجات كتيرة، فعشان ما نسحش وعشان ما نتوهش ونلم الموضوع، اتقسمت الانتوبتك فينومنا إلى 3 جروب: يا إما نتيجة أوباسيتي في الميديا، يا إما نتيجة نورمال آي ستراكشر، يا إما في حاجة بيسمها اللايت فينومنا. فيبقى عندنا الانتوبتك فينومنا 3 جروب: أوباسيتي في الميديا، نورمال آي ستراكشر، أو اللايت فينومنا. نمسك بقى كل حاجة من دول ونفصصها بالتفصيل. الأوباسيتي في الأوكولار ميديا، الأوباسيتي عشان تبقى أوباسيتي تبقى في الكلير ميديا ستراكشر، اللي هي الكورنيا أو الإكواس أو اللينس أو الفيترس. الأوباسيتي في الكورنيا أو اللينس عادة نوت أفكت، ما بيحصل لهاش الشادو ده، ولما لو حصل لها الشادو بتكون في الام تروبيك اي اكتر من في الام تروبيك اي اكتر من ام تروبيك اي. ليه ما بيحصلش منها الانتوبتيك فينومينا او نادر لما احنا بنشوفها؟ لانها الاوباسيتي دي بتكون بعيده كتير عن الريتم، وبالتالي الشادو بتاعها بيبقى واقع في الفيترس او ورا اللينس على طول، فما بيحصلش منها شادو على الريتم. بالضبط بالضبط، عشان نسهل الموضوع، لو ان احنا واقفين في غرفه ودخلها الشمس من كل حته ومليها الشمس، لو انت واقف في وسط الغرفه مفيش اي شادو بتكون على الوول بتاع الغرفه، انما بتكون على الارضيه. فاحنا بنعتبر ان الفندس ده هو الغرفه دي، والحيطان بتاعه الغرفه هي الريتم. فلو انت واقف في وسط الاوضه الشادو ما بيوصلش الحيطه، وبالتالي ما بيوصلش الريتنا، فما انت ما الشادو ده ما بيأثرش على الريت. انما لو انت واقف قريب او من الوول او اي حيطه من حيطان الغرفه ديت، الشادو بتاعك هيتكون على الحيطه اللي هي الريت. فالاوبتيك الكورنيال اوباسيتي او اللينس اوباسيتي رير قوي ان احنا نشوفها، لانها بتكون بعيده فالشادو بتاعها ما بيوصلش الريت. انما اللي ممكن الشخص يشوفه لو في اوباسيتي في الفيترس، وبرضو الاوباسيتي اللي في الفيترس مش كلها نقدر نشوفها. It is depend on two factors: السايز بتاع الاوباسيتي والديستانس بتاعة الاوباسيتي من الريتم. فلارج اوباسيتي can be seen as انتوبتيك، نير اوباسيتي من الريتنا can be seen as انتوبتيك. انما لو very small وبعيدة عن الريتنا ما بنقدرش نشوف. والأهم فاكتور في الاثنين دول الديستانس ما بين الأوباسيتي وما بين الريتنا. فحتى لو فيري سمول أوباسيتي وفيري نير للريتنا ممكن أشوف. في بعض أوباسيتي بتبقى موجودة في الفيترس وقريبة وصغيرة وبرضو ما بنقدرش نشوفها. ليه؟ لو كانت كومبليت أوبيك زي الأستيرويد هايلوزيس، زي ما احنا شايفين في الصورة، ده منظر الأستيرويد هايلوزيس، بتبقى كالسيوم ديبوزيت وبتبقى فيري أوبيك. والحقيقة عشان هي فيري أوبيك احنا ما بنقدرش، أو الشخص نفسه اللي عنده هايلوزيس أستيرويد هايلوزيس ما بيقدرش يشوفها كإنتوبتيكالي. الفيترس اوباسيتي لما بنشوفها دي اللي بنسميها ماسكا فوليتانيس. فالفيترس اوباسيتي بنعرفها على ان دي ماسكا فوليتانيس، وبتظهر اكتر في الميوبيك اي، والشخص بيشوف بلاك سبوت او فيلمنت، ودايما بتبقى موفينج مع الموفمنت اوف ذا اي. الماسكا فوليتانيس كماسكا هارملس، بس لازم نطمئن العيان بيها. في بعض الاوقات بتكون لا، الماسكا فوليتانيس انديكيت اي ديزيز حصل، زي بوستيرور فيترس ديتاتش، او لو في بيسز من البوستيرور بارت اوف ذا هايلويد سيست، او في الايرلي ساينز في الريتينال ديتاتش من ساعه التير، سم دروبس من البلاط عامس في الفيترس، فبتدينا الأوباسيتي.
فالماسك اوف فولوتنس ما نعديهاش الحقيقه كده، انما لازم نطمئن على الفانتس، لان زي ما بنقول ديت ممكن بالسيرور فيترس ديتاتشمنت، ممكن ايرلي ستيجز اوف ريتينال ديتاتشمنت. الماسك اوف فولوتنس بتبقى عباره عن سيلور ديبرس، والشادو بتاعها لما بتبقى قريب من الريتنا بتعمل ريفراكت لللايت وتظهر في صورة سيركل سبوت أو فيلمنت زي ما احنا بنقول. وموست كومن سين لما احنا بنبص الباك جراوند لايتنج جراوند برايت، أو لما بنبص للبرايت سكاي، وزي ما قلنا ان هي دي بتبقى موفابل بتتحرك مع العين، وبتبقى اكتر لو في فيتراس ليكوفاكشن. نيجي بقى للمهم قوي في الانتوبتيك فينومينا اللي هي بتكون نتيجه نورمال اي ستراكشر. الاستراكشر اللي ممكن في العين تديني انتوبتيك فينومينا، ممكن نشوف التير فيلم بتاعنا، ممكن نشوف حاجات في الكورنيا او في اللينس، ممكن نشوف الريتينال بلاد فيزلز، وممكن نشوف الريتينال كابيلاري سيركوليشن. دول النورمال استراكشر اللي بيدوني انتوبتيك فينومين. التير فيلم ممكن نشوف فيه حاجتين، ممكن نشوف فيه لونجيتيودنال ستريب لونج ليد مارجن، ودي الحقيقه لما الانسان يعمل بلينكينج، ودي دايما بفسرها على طول يعني زي مساحة العربية لما بتشغلها وكون الإزاز مش نضيف شوية فبتعمل خطوط كده على الإزاز، فحركة الليد الأبر ليد على الكورنيا بتعمل ديستريبيوشن للتير بتفرده على كل الكورنيا. فيها أوقات بقى لما يكون مثلا وخصوصا البوستيرور بوردر اوف ذا ليد مارجنز لما يكون فيري سموز وفيري شارب، لأنه فيري شارب بيحصل الخطوط ديت لونجيتيودن للاستريب على الكورنيا، فممكن الإنسان يشوف. تير فيلم تاني لو برضو فيه شوية ميوكس ستراند كده موجودة على الريتنا، فبتعمل ديفراكشن لللايت اللي داخل العين وبيظهر في صورة برايت سبوت في الكورنيا. حاجة تانية في النورمال استراكشر اللي هي الكورنيا. الكورنيا ده الحقيقة بتدينا حاجات مهمة جدا وبنستخدمها كلينيكال للحقيقة. أول حاجة في الكورنيا ممكن ألاقي فيه هوريزونتال باند أكروسنج البيوبل، ودي الحقيقة بتظهر في بعض الناس لما بيعمل بريشر على الأبر ليد أو اللور ليد من تحت بيعمل كورريجيشن أو فولدنج للإبيسيليوم، وبيبقى في صورة هوريزونتال لاين فديفراكتال لايت فيشوف اللاينز. المهم جدا في الكورنيا في حاجتين بيحصلوا اللي هو كورنيا الكورونا والهالوس. الاثنين بيبقوا نتيجة كورنيا الأديمة. عارفين الكورنيا ريجولار فايبرز وفيري امباكت مع بعضيها، فالديستانس ما بين الكولاجين فايبر بتبقى تقريبا شبه معدومة أو السبيسز، وبالتالي بتمنع السكاترينج اوف لايت. لما بيحصل كورنيا الإديمة الريجولاريتي بتاعت الكولاجين فايبر بيحصل فيها ديسربشن، وبالتالي بالنورمال ديستركتيف انترفيرنس بتاع الفايبرز ده بيختفي، وبالتالي بيحصل سكاترينج لللايت، وبيزيد اكتر ان السكاترينج لللايت لو الإديمة وصلت كمان للإبيثيليوم، فبتعمل له ووتر كليفت بين الابيثيليوم سيلز فبتزود السكاترينج اوف لايت دي. فالكورنيا الكورونا مع الكورنيا القديمه بتظهر في صورتين. لو انا باصص على مونوكروماتيك لايت يعني لايت من لون واحد بس، بتظهر كايرلي ديسك زي ما احنا شايفين كده اللي في النص ده. لو انا باصص على هوايت لايت يعني فيه كل الويف لينسز كل الالوان، فبتديني سيركل مالتيبل سيركل حوالين البرايت سبوت ديت، بس نفرقها من الهالوس ان دي بتبقى اكروماتيك يعني ان كولر،
فمالتيبل سيركل حوالين سبوت اوف لايت وايه كروماتيك وزاويه اي كولوريشن، دي اللي بنسميها كورنيال كورونا. الحاجه الثانيه اللي بتحصل في الكورنيا مهمه اللي هي الكورنيال هالوز. كورنيال هالوز لما بتزيد الاوديما وخصوصا في الاكيوت ستيج اوف كلوزد انجل جلوكوما، لما البريشر بيزيد جدا الكورنيا بتبقى اوديمتس، بس الاوديما هنا بتبقى هوموجينس اوديما، يعني كل الكورنيا فيها الاوديما، وبتخلق الكليفتس كبيره ما بين الكورنيال الكولاجين فايبر، وبالتالي بتشتغل كانها بريزم بالظبط. فالبريزم بيفكك او بيحلل الضوء اللي انا باصص له الى الويف لينس الطبيعيه بتاعته. فلو انا باصص الى سورس اوف لايت بلاقي سيركلر كارد اراوند ذا سورس اوف لايت. الحقيقه ما بتظهرش في الكلوز انجل جلوكوما او الاكيوت انجل جلوكوما في الاكيوت ستيج بس، انما في بعض الناس بعد حمام السباحه، وخصوصا لو كان الكلور في حمام السباحه كتير، بتغير الهايبرتونيسيتي بتاعه التير فيلم، وبالتالي الكورنيا بتبقى اوديماتس شويه فممكن يشوف. والناس اللي بيلبسوا كونتاكت لينس اوفر وايرنج في كونتاكت لينس برضه بيحصل مايلد كورنيال اديما، فممكن يشوف الهالوز ديت. حد بيسال حاجه اساتذه؟ فالكورنيال اوديما بتظهر، الكورنيال هالوز زي ما قلنا في الانكريز الانتر اوكولار بريشر في الاكيوت ستيج او في الاوفر ويرنج اوف كونتاكت لينس. نفس الهالوز اللي بتظهر في الكورنيا برضو بتظهر في اللينس، وبنسميها لنتيكولار هالوز. الانتيكولار هالوز زي الكورنيا بالظبط، بتحصل لو في دي هايدريشن في اللينس، وخصوصا في الانتوميسنت كاتاركت او بعض الحالات من الانسيبيانت كاتاركت، لما بيبقى فيه ووتر كتير في اللينس بتبقى هايدريتد اللينس، تفصل الفايبرز بتاعه اللينس، وبرضه زي الكورنيا بتشتغل كبريز، الضوء اللي داخل العين بتحلله الى الوانه المعروفه السبعه، فيشوف الكورنيا سوري الهالوز زي الكورنيا الهالوز بالظبط. طيب في كورنيال هالوز انا اقدر اعرف الهالوز دي كورنيال هالوز ولا لنتيكولار هالوز؟ بتست بسيط جدا جدا سميناه فين كام تيست، اللي هو احنا عندنا في صندوق النظارات فيه الكلوزر سليت زي البين هول بالظبط، بس في صوره سليت مش 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 هول، بنحطه على قدام عين العيان. لو عنده كورنيال هالوز، الهالوز ما بتتغيرش لو انا عملت موفنج للسليت من الرايت سايد للليفت سايد، فلو انا حركته قدام الكورنيا الكورنيا الهالوز بتبقى موجوده طول الوقت بنفس الشكل. انما دي لو الانتيكولار هالوز وحطيته هنا وحركته شويه ناحيه السنتر وراح ناحيه السنتر وحركته ناحيه البريفري، فلاقي الشكل بتاع الهالوز اتغير. ليه؟ لان في معظم الحالات دي الهوموجينس اوباسيتي بتاعه الكورنيا ما بتبقاش، سوري الاوباسيتي اللي في اللينس ما بتبقاش هوموجينس، يعني فيه اجزاء بارتس من اللينس بيبقى الاوباسيتي فيها اكتر من الناحيه الثانيه من الحتت من بقيه اللينس، وبالتالي مش كل اللينس اللي بتدينا الهالوز. فده اللي هو في كام تيست واقدر اميز بيه الكورنيال هالوز من الانتيكولار هالوز. في حاجة تانية بتظهر لنا في اللينز اللي هي بنسميها ستار أو بيسموها أسترونيزم. الأسترونيزم ده نتيجة السوتشر اللي موجودة عندنا في اللينز، فبتحصل بريك للريز اللي داخلة من سروق اللينز اللي بتعدي مع سروق السوتشر، بيحصل لها بريك أب، وبالتالي لو احنا بصين لمصدر لايت هنشوف الستار ديت متشعبه من السنتر بتاع اللينس نتيجه السوتشر اللي موجوده في اللينس.
في حاجة احنا بقى بنلاحظها كتير قوي قوي كلنا، وممكن معظمنا لاحظها، هو خصوصا سائل العربية بالليل، كشافات النور اللي بتبقى مرتفعة جدا مش اللي بتبقى واطية. لو انت باصص للنور نفسه اللي في الكشاف، ولا اذا كان عالي بشوف السبايت بتاعة النور بالشكل ده، وكان طالع منها راديشن، بس الراديشن دي نوت كولر، دي الحقيقة دي بنسميها سيلياري كورونا، وتبقى أصلها نتيجة isolated particles كده موجودة في الكلير ميديا بتاعة الآي في الفيتراس أو في الإكواس، وتعمل ريفراكشن لللايت، فأقدر أشوف برايت سبوت في النص بس الحقيقة هو زاوية كولوريشن، وبنبقى شايفين المنظر ده ومش عارفين هو ده إيه، وده بنسميها سيلياري كورونا ومعظمنا لاحظها. حاجة اللي بعد كده اللي ممكن نورمال استراكشر في الآي وأقدر الشخص يشوفها، اللي هي الريتينال بلاد فيزلز. الريتينال بلاد فيزلز أصلا عشان الكولمن أوف ذا بلاد فيها فتبقى أوبيك، وبالتالي اللايت اللي داخل العين مفروض بيحصل شادو من النورمال بلاد فيزلز، لان اللايت احنا اللي عارفينه بيدخل ليوصل الريسبتور، قبل ما بيوصل الريسبتور بيمر على النيرف فايبر لاير والجانجليون سيل وبقيه اللاير، واخر حاجه يوصل لها الريسبتور. والبلاد فيزلز اوف ذا ريتنا موجوده في النيرف فايبر لاير، وبالتالي اللايت بيمر من خلال النيرف فايبر لاير واللي فيها البلاد فيزلز، وزي ما قلنا البلاد كولم بيبقى أوبيك وبالتالي بيحجز الضوء، فمفروض أصلا بيتكون شادو للريتنا على الريسبت. بس مادام دي حاجة طبيعية في العين وموجودة من ضمن الاستراكشر بتاع العين، حصل أدابتيشن أو حصل أكوميديشن للريسبتور من البلاد فيزلز دي، فالأدابتيشن بتاع الشادو بتاعها على الريتنا بيحصل على الريسبتور، بيحصل له نيجليكشن، ما بنقدرش نشوفها لأن خلاص الريتنا قالت إن هو ده الطبيعي بتاع العين، فبيحصل لها نيجليكشن. إنما نقدر نشوف البلاد فيزلز ديت لو اللايت اللي داخل العين وصل الريسبتور بطريق غير النورمال باسوي بتاعه، يعني مش من خلال البيوب. فلو العيان مغمض عينه وجبت اللايت بتاع السليت لامب من الجنب، هيمر من خلال السكليرة وبالتالي برضه هيمر على البلاد فيزلز، فالشادو بتاع البلاد فيزلز اللي واقع على الريتنا جاي من مكان تاني خالص الريتنا مش متعوده، وبالتالي بيقدر نشوف. ممكن نعملها بطريقة تانية، ان الشخص او الانسان يبص من خلال بين هول، بس البين هول ده بيتحرك موفينج، عمال يلف، وبالتالي عمال الشادو بتاع البلاد فيزلز بتقع على نقط مختلفة من الريسبتور، فالريسبتور مش متعودها، فنقدر نشوف البلاد فيزلز. الحقيقة اللي اتكلم في الموضوع ده أو اللي فكر في الموضوع ده اللي هو بيركنجي، وعمل حاجة، لقى فيه حاجة سماها بيركنجي تري، قال ان احنا نقدر overcome النورمال adaptation بتاع الريسبتور بتاع البلاد فيزلز لو احنا جبنا تشان light into the eye very oblique angle او يدخل عن طريق السكلير. حاجة تانية ان هو برضو عملها، ان هو خلى اللايت موفبل ما يثبتش في مكان، وبالتالي بينقل الشادو من الريسبتور الى ريسبتور، يقدر الشخص يشوف البلاد فيزلز بتاعته في شكل شجرة، فسماها بيركنجي تري على اسمه. ده المنظر بتاع البيركنجي تري. فلو انا جبت اللايت من اللاترال سايد هيقع من خلال السكليرة، وبالتالي الشادو بتاع البلاد فيزلز هيبان في الريتنا بالشكل ده، بيبان شجيرة كده موجودة في macular area، والسنتر بتاعها بيبقى فري ما فيهاش الشادو ده عشان الـ A vascular zone في الفوفيا سنترال.
فبقدر المنظر بتاع الريتنا الفندس اللي بالشكل ده الشخص يقدر يشوف الشجرين او البركنجي تري بالشكل ده سراوندنج الاي فاسكولار زون اوف ذا فوفيا. مش كده وبس، لو عزمل بريشر على العين فبيحصل بالسيسنج للبلاد فيزلز فالتريد بتتاثر، بنحصل البالسيشن بيبان في التريد ان هي كانها بالسيتنج بلاد فيزلز. ده منظر البركنج تري الحقيقه، صوره جميله جدا جدا جدا، ده اللي الشخص بيشوفه لما انا اجيب اللايت من خلال السكلير او من اي لاترال سايت في العين. الحاجه الثانيه اللي في الانتوبتيك فينومينا في الريتنا اللي نقدر نشوفها اللي هو الريتنال كابيلاري سيركوليشن، والفينومينا دي سماها شيرر، سماها باسمه شيرر فينومينا، واستخدمت بعد كده في حاجه بنسميها بلو فيلد انتوبتوسكوب. الشيرر فينومينا لو الشخص ركز على برايت illuminated سيرفيس زي هوايت بيبر او البلو سكاي، والافضل من كده ان هو لو نبص على باك جراوند اوف مونوكروماتيك لايت، وخصوصا البلو اللي هو الويف لينس بتاعته من 350 ل 450 بتظهر الفينومينا دي. لو انت جبت لوح فلتر بلو فلتر وبرايت illuminated وبصيت عليه ممكن نشوف برايت سبوت against the dark background، والبرايت سبوت ديت movable in a short curved pathway اللي هو واخده شكل الكابيلاري لوب بالظبط، تختفي شوية وتظهر شوية، تختفي شوية وتظهر شوية، المنظر اللي بالشكل ده. والحقيقة يعني معلش أنا شفت المنظر ده كتير، وخصوصا الشخص لما يكون مثلا على البلاج أوقات كتيرة وانت نايم على ظهرك كده وتكون السماء صافية ومركز في السماء، خصوصا لما زرقة السماء بتكون واضحة جدا جدا، بنشوف المنظر ده برايت سبوت عمالة تتحرك تختفي شوية وتظهر شوية. سببها ايه؟ احنا عارفين الكابيلاري البلد اللي فيها او البلد في الكابيلاري معظمه RBCs وبيبقى فيه الهوايت بي سيز، بس نسبة الار بي سيز بتبقى أكتر بكتير من الهوايت بي سيز. الار بي سيز الحقيقة الهيموجلوبين اللي فيها absorb short wavelengths وبالتالي ما بيعدهاش، إنما الهوايت بي سيز allow short wavelengths to pass، وبالتالي الكولوم بتاع البلد في الكابيلاري بيسمح بمرور الويف لينس اللي من خلال الهوايت بي سيز، انما وبيمنع الباسنج بتاع الشورت ويف لينس اللي امتصت من خلال الهيموجلوبين. وبالتالي اللي احنا بنشوفه ده البرايت سبوت دي هي دي بتبقى الهوايت بي سيز مش الار بي سيز. استغلوا الشرر فينومينا ديت في حاجة اللي هي البلو فيلد انتوبتوسكوب، وقدروا بيه ان احنا بنستخدمه كديفايس تو ديتكت او مونيتورنج الريتينال بري اوكلوزيف او الاوكلوزيف كونديشن. اتعمل ازاي البلو فيلد انتوبتوسكوب؟ إن جاب آي بيس فيها لينس كماجنيفاير آي بيس زي وان بيس بتاعة السليت لامب، مونو أوكولر بيس من السليت لامب، ونحط قدامها فلتر بلو فلتر وبيكون illuminated with bright illumination،
والفلتر ده متقسم الى 4 كوادرانت بكروسنج في النص. فالشخص لما بيشوف انتوبتيكلي على يبص انت على الفلتر ده بيقدر يشوف البرايت سبوت دي بتاعت الوايت بيسيز، وبنقدر يحدد بقى النمبر والفيلوزيتي بتاعت كل كوادرانت. السبوت دي هنا 3 سبوت، هنا 2 سبوت، هنا 3 سبوت مثلا. وبالتالي يقدر يقول لنا الكوادرانت اللي فيه اوباسيتي اكتر وسرعتها اكتر، وبالتالي بنعرف ان دي السيركوليشن فيها از نورمال. لو الكوادرانت لقينا فيه العدد والموفابل متأثر عن التالي بنعرف ان ده فيه انسفيشنت في السيركوليشن. وبرضه بيقدر يلاقي ويقول في السنتر ما فيش حاجة خالص، اللي هي بنقدر نحدد بيها الاي فاسكولار فوفيال زون. ده الفيلد انتوبتسكوب. طيب كلينيكال ابليكيشن بقى بتاع البلاد فيزلز والسيركوليشن بنستخدمه ككلينيكال في ايه؟ بقدر اسيست ان بريفيفير سيركوليشن بالبلسيشن، بيشوف انتوبتيكالي البركنجي تري، ولما بنعمل بريشر على الاي بيقدر يحدد البلسيشن. فلو في ديمينش او ديس ابيرنس في البلسيشن بنعرف ان فيه ناروينج او فيه اكلوجن في البري ماكولار. الحاجة التانية ان بنقدر نحدد بيه الفري او الاي فاسكولار فوفيال زون الاراوند الفوفي. فلو في عنده نيو فاسكولاريزيشن بيقدر الشخص يشوف ان ما في البلاد شجرين واصل المنطقة في الاي فاسكولار زون، بيبقى الشجرين واخد كل المنطقة دي. ممكن انتوبتك بريمتري من كيسز في الأوبيك ميديا أو حنقوله دلوقتي. ممكن انتوبتك فيجواليزيشن أوف ذا ماكل والكوبرز إيزوسكوب. انتوبتك بريمتري يعني بسيط جدا جدا، الحقيقة تقريبا نحن كلنا شفناه بس بطريقة غير مباشرة. نرجع كده شوية للتلفزيونات اللي هي الصندوق اللي قبل الـ LCD اللي كان باللومط ده، لما بيتقطع الإرسال بنشوف إيه؟ الوش ده اللي بيطلع الصوت، بنشوف إيه؟ الشاشة بيبقى شكلها إيه؟ بتبقى عبارة عن flickering black and white dots، نقط صودة وبيضة عمالة تنور وتطفي بطريقة سريعة جدا 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 جدا. ده لو الشخص بص لها شوية وتاني مركز عليها شوية يقدر يشوف البلايند سبوت بتاعه. وبالتالي لو في اي شخص عنده سكوتوما، ودي بنكتشفها بالفيجوال فيل، ممكن نكتشفها بالانتوبتيك بيريمتري دي. ان انا بيقعد قدام المونيتور ده، في مونيتور في يبقى فيه الشاشه ديت، فيقدر يشوف اني سكوتوما موجوده هيقدر يشوفها في الفيلد ده. والحقيقه لقوها دي يعني بتبقى 90% مور سنسيتيف زان الامسلر جريد لما ديتكتنج الماكولر اوديما او الماكولر دايابيتيك ماكولوباس. الكوبر ايزيوسكوب ده موديفايد اوف سلموسكوب، الفيلد بتاعه لما بنشوف الفيلد بتاعه بيبقى حوالي 30 ديجري في البوستيرور بول، وبيبقى فيه تو ديسك اوكلوزيف ديسكس 3 degrees و5 ديجري، وممكن بيبقى فيه جرين فلتر بينور بيه الماكولار اريا. وممكن احط الديسك الثري او الفايف ديجري. فبيستخدموه ان انا بغطي الفوفيا سنترالز بالديسك ده، وبيبقى فيه اللايتنج بتاعه حوالين الفوفيا سنترالس وحوالين الماكيولا، وبنوره شوية لمدة ثواني وبعدين أطفيه. فبخلق بقى لما بطفيه بيديني الأفتر إيمج
وبتبقى في السنتر. لو انا قعدت العيان على طول على اي انسترومنت زي الساينبتوفور وعرضت له هايدنجر، صوره هايدنجر براشز، مفروض يشوفها في السنتر اللي هو مكان الديسك اللي هو 3 ديجري او 5 ديجري، لان ده كان بلاك. لما الافتر ايمج بتاعته بتبقى كانها لايتنينج النيجاتيف افتر ايمج، فلو شاف الهايدنجر براش في السنتر بتاع اللايتنينج سبوت ديت بنعرف ان عنده سنترال فيكسيشن، وبيستخدم في الدياجنوزس وفي التريتمنت كمان بتاع الاكسنتريك فيكسيشن. نوع تاني من الانتوبتك فينومينا نتيجة البيجمنتيشن اللي هي الزنسوفيل افكت بنسميه. الزنسوفيل افكت دي بيجمنت، يلو بيجمنت موجودة في الريتنا. اليلو بيجمنت دي مقدرتها او تقدر ابزورب البلو لايت وترانسميت الريد واليلو لايت اولي. بينتج عنها تو فينومينا اللي هو الماكس والسبوت والهايدنجر براشز. الماكولار بيجمنتيشن زي ما قلنا بيبقى نتيجة الزنزوفيل بيجمنت، ودي بتبقى دياتري بيجمنت، يعني حاجات احنا بناخدها في اكلنا اللي هي الكاروتين بيجمنت اللي موجودة في الكاروتونايد دايت، وبتبقى موجودة الحقيقة في الماكولار اريا بس مش موجودة في كل الريتين. الماكولار بيجمنت ديت ابزورب اباوت 70% من الشورت ويف لينس اللي هي الفايلوت والبلو، وده من حكمة ربنا ان هي موجودة في الماكولا، لان دي الشورت ويف لينس هي اللي بتعمل لنا الفوتو توكسيسيتي اوف ذا ماكولا. ومعظم الناس اللي بيجي لهم age related macular degeneration نتيجة الالترا فايلوت ريز بيبقى عندهم نقص في المacular pigment اللي موجودة دي. دي الريسيب الكونز اللي موجودة، البلو كون والريد كون والجرين كون. بنلاحظ هنا معرفش واضحة ولا لا، موجود الجرين وموجود الريد، بس البلو كون بتبقى مش موجودة في منطقة الفوفيا. وده البيجمنتيشن اللي موجود في الماكيولا، وده مهم جدا 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 كفوتو بروتكتيف للماكيولار اريا من الفوتو توكسيستي. البيجمنت دي لها ديستريبيوشن معين في الريتن، والنيرف فايبر اللي في الماكولا برضو لها ديستريبيوشن معين عن بقيه الريتن، لان كل النيرف فايبر جايه من الريسبتور من البريفري رايحه للاوبتيك ديسك على طول، فرادييتنج من البريفري الى الاوبتيك ديسك مباشره. انما في الماكولار اريا الحقيقه بنلاقي النيرف فايبر اللي في الماكولار اريا لها ديستريبيوشن معين، عشان كده سميناها الهينل فايبر. الديستريبيوشن بتاعها بيبقى كلها رادييتنج من الفوفيا سنتراليس اول اراوند، يعني اللي جاي من التمبورال سايد بعيد عن الماكولار اريا ماشي دايركت من التمبورال لحد الاوبتيك ديسك. انما في الفوفيا سنتراليس اللي جاي من الفوفيا سنترالس في الماكولار سايد بتاعها لا، ده الاول بيمشي تيمبرال ويلف يرجع تاني على الاوبتيك ديسك. نسهل الموضوع، النيرف فايبر النيرف فايبر اللي موجوده في الماكولار اريا زي ما احنا شايفينها هنا في الصوره دي، لو نتخيلها معلش نتخيل العجله بتاعه البسكليت. العجله بتاعه البسكليت بيبقى فيه اكسس في النص اللي بتتحرك حوالين العجله، والاطار الخارجي الكاوتش بتاع العجله، وفيه السلوك اللي طالعه من الاكسس رايحه على الاطار، فبتبقى رادييتنج من الاكسس لكل الاطار. هو نفس ده التوزيع بتاع النيرف فايبر في الماكولار اريا، اللي في النص ده فوفيا سنتراليس،
كل ده نيرف فايبر طالع رادييتنج منها في كل الاتجاهات، نيزل وتمبر وابر ولور وما بين. ده النيرف فايبر اللي في الماكولار اير. حاجة التانية الأصفر ده الصغير ده البيجمنت، الزنزفيل بيجمنت، بتبقى موجودة بتوين الفايبر، والزنزفيل بيجمنت بتبقى شبه أوفل شوية، وتوزيعها في الأريا ديت بتبقى كل بيجمنت عمودية أو بيربنديكولر مع النيرف فايبر لير. احنا بنقول الكلام ده لأنه ده في تأثير الفيسيولوجي بتاع الهايدينجر براشز، لازم نبقى عارفين الكلام ده بالظبط. فالنيرف فايبر كلها رادييتنج من الفوفيا، البيجمنت بتبقى الاكسس بتاعها بيربنديكولر مع النيرف فايبر. حاجة تانية ان اللايت لما بيمر من خلال النيرف فايبر لير عشان يوصل الريسبتور ما بيعديش من النيرف فايبر نفسه، انما بيمشي ما بين الديستنس ما بين الفايبرز نفسها في السبيسس اللي فيه اللي بين الفايبر، يعني بيمشي من خلال البيجمنت، لان النيرف فايبر دي اوبيك مش هتعدي اللايت، انما اللايت بيعدي ما بين النيرف فايبر وبعضه، وبالتالي لازم يمر عن خلال البيجمنت ده. عشان كده البيجمنت دي بنسميها الراديال انالايزر، بتحلل كل الضوء، فبتشتغل كبلو فلتر محطوط في الماكولار اريا. ليه؟ عشان قلنا يحمي الماكولا والفوفيا سنتراليس من الفوتو توكسيسيتي بتاعت اللايت. فوجود الزنزفيل بيجمنت في الماكولار اريا مع ان المورال سيل فايبر بيديني يلو راديال انالايزر او يلو راديال فلتر. ده بينتج عنه التو فينومينا اللي بتحصل في الماكولار اريا اللي هي ماكسويل سبوت والهايدينجر براشيز. الماكولار سبوت if any person look to the bright uniform white background light through blue filter which quickly movable in front of the eye بيقدر يشوف a dark disk appear في المكولار اير، وسراوند الديسك ده اوتسايد الديسك بتبقى الريتنا أو بتبقى اللايت عادي خالص، لان قلنا البيجمنت موجوده في الماكولار اريا بس. فالبيجمنت بتشتغل كانها بلو فلتر، سوري يلو فلتر. يعني ايه؟ يعني هيمتص البلو كولر ويسمح بمرور اليلو يلو ويف لينسز اللي من خلال اللايت اللي ده. فالزنزفيل بيجمنت في الماكولا بتشتغل كفلتر، هتعدي بس اليولو سبيكترم وتمنع مرور البلو سبيكتر، وبالتالي كل الريتنا كأنها منورة، لأن أنا باصص سوري كل اللي أنا بشوف البلاك ديسك ديت في الماكولا وحواليها شايف النور العادي، لأن البلو ويف لينس اللي داخلة من اللايت الفلتر امتصها مش هيعدي. بنعمله ازاي؟ اهو معلش الفيديو ما بيشتغلش، انا بشغله مانيوال، بحط فلتر كده والفلتر بيتحرك ويروح يتحرك يتحرك يجي يغطي ويروح يغطي ويروح. فالبلو لايت اللي داخل ده هيمتص من البيجمنت اللي موجوده، وبالتالي بيتبلي
السيركل البلاك السيركل اللي موجوده في الفوق في الماكولا. الفينومينا الثانيه في الماكولار اريا اللي هايدينجر براشز. هايدينجر براشز بتبان كانها يلوش هوريزونتال بار او بوتاي، وبتبقى الايدجز بتاعته فزر شوي، عشان كده سميناها براشز. وفيجواليزايد ان ذا فيجوال سنترال فيجوال فيلد، لو انا بصيت الى بلو سكاي او لو بصيت لبرايت باك جراوند من خلال بولاريزد سانجلاسز، يعني اقدر اشوفه وزود بولاريزيشن لو انا باصص لباك جراوند بلو بس، او اشوفه ويز بولاريزد سانجلاس لو انا باصص لبرايت باك جراوند وايت باك جراوند. الهايدينجر براشيدز اكيوباينج ان اريا من 3 الى 5 ديجري في السنتر بارت، وده بيبقى نتيجه الدايركشن على حسب الدايركشن بتاع البولاريزيشن بتاع اللايت اقدر اشوف البراشيدز دي يا اما فيرتيكال يا اما هوريزونتال، لانها بتبقى بيربنديكولار على الدايركشن بتاع البولاريزد لايت اللي داخل العين، فبتبقى بالشكل ده. الأساس إن أنا بشوف اليلو براشز بس، ده ولو أنا شايف من خلال بلوس فلتر أو أنا شايف البلوس كاي، إنما لو أنا شايف من خلال هوايت لايت بس لابس بولاريزيشن جلاس، ممكن أشوف فينت بلو بوتاي عم بيربنديكولر على اليولو بوتاي. فاصلا الهايدينجر براشز اليولو بوتاي، انما في بعض الحالات زي ما قلنا ممكن اشوف فينت بلو بيربنديكولر على اليولو. ده يخلينا ايه هو البولارايز لايت، ما دام قلنا في الهايدينجر براشز احنا عارفين اللايت العادي vibrating in all directions. اللمبة العادية اللي عندك هنا في أي غرفة بتبقى الغرفة كلها منور، لأن الدايركشن بتاع البروباجيشن بتاع اللايت في الأول دايركشن، ده البولايت العادي. إنما البولاريزد لايت لو أنا جبت بولاريزد سيرفيس وحطيته قدام اللايت ده، هيسمح بمرور اللايت في one direction only. ده تفسير المعنى البولاريزد لايت. نفهمه ازاي؟ في السلايد دي زي ما احنا شايفين في ويفز زرقاء بلو وويفز حمراء بيربنديكولار تو بيز، برضو اللايت العادي بيمشي هوريزونتال، الويفز بتمشي هوريزونتال وفيرتيكال، وما بين الهوريزونتال والفيرتيكال اول اراوند 360 ديجري زي الرسمه دي. ده البولارايزد العادي اهو، سوري اللايت العادي. هنا لو انا حطت قدامه بولارايزد سيرفيس، البولارايزد سيرفيس انتراكت او بيمنع كل الريز اللي ماشية في كل الاتجاهات ما عدا اتجاه واحد بس، فالبولاريز سيرفيس بيمرر اللايت ان وان دايركشن اول، زي ما احنا شايفين هنا 3 دايركشن، البلو سوري الريد والجرين والبلو. البولاريز سيرفيس منع الكل، ادانا الريد بس ماشي بس اللي هو يا اما فيرتيكال او هوريزونتال على حسب البولارايزد سيرفيس ده انا حاطه بيربنديكولار ولا هوريزونتال ولا فيرتيكال. فلو انا حطيت البولارايزيشن بتاعه فيرتيكال هيديني هوريزونتال بروباجيشن، لو انا حاطه هوريزونتال هيديني فيرتيكال بروباجيشن. ده البولارايزد لايت. نرجع تاني للهايدينجر براشز. قلنا الماكولار بيجمنتيشن بتبقى بيربنديكولار على النيرف فايبر
على الأكسون بتاعة النيرف فايبر، وبالتالي مش كل البيجمنتيشن بيربندكولار على النيرف فايبر، إنما لأن الفوفيا سنتراليس أو الفوفيا اريا مش فلات. معلش نرجع كده، ادي الفوفيا وادي الماكولار اريا، ما بلاقيش الفوفيا فلات، لا ده بتبقى سوسر شيب كده. عشان السوسر شيب بتاع الفوفيا مش فلات، وبالتالي مش بنلاقي كل البيجمنتيشن البيجمنت بيربنديكولار على الاكسون بتاعه النيرف، وبالتالي اللايت اللي داخل، احنا قلنا ان البيجمنت بتشتغل از بلو فلتر، بتمتص البلو وبتسمح بمرور اليلو، بس الامتصاص ما بيبقاش كله زي بعضه في all around، انما البيجمنت اللي هي بيربنديكولر على الاكسس ده اللي بيحصل فيها الماكسيمم ابزوربشن، والبيجمنت اللي هي نوت بيربنديكولر على الاكسون بتاع النيرف فايبر بيبقى فيها المينيمم ابزوربشن، وبالتالي هي ما بتمنحش كل البلو، انما بتمرر جزء من البلو بيقدر يمر، اللي هو اللي بيبقى فيه البيجمنت نوت بيربنديكولر او بتبقى بارر للنيرف فايبر، وبالتالي الباترن بتاع الهايدنجر براشس بيبقى البطاي شيب، لان الفيرتيكال فايبريشن اللي واقع على الانالايزر الراديتنج انالايزر بتاع الماكولا، الهوريزونتال فايبريشن هو اللي ترانسميتد والبنديل ترانسميت البيربنديكولار بلين اللي واقع عليه. ممكن ما اعرفش حيبان ولا لا، نشوف البطاي ما اعرفش احنا انتوا شايفينها ولا لا، هي بتبقى فيري فينت يلو عماله تلف زي المروحه بتاعه الطياره بالظبط. ده الهايدنجر براش لو انا حاطط الروتيتنج فلتر او الروتيتنج بولارايز، ده ازاي نشوف الهايدنجر براشس؟ ده اللايت، واحسن يبقى بلو لايت، هنا البولارايزنج سيرفيس، والشخص بيبقى قاعد بيشوف اللايت من خلال الروتيتنج بولارايزد سيرفيس. ممكن انا اشوفه زاويه روتيشن، بس لما بشوفه زاويه روتيشن بشوف البطاي ده فيكسد ما بتتحركش، انما الفيديو الصغير اللي انا جبته ده لو كنت انا حاطط الروتيتنج بولارايز سيرفيس بشوف البطاي كده وعماله تلف، وزي ما قلنا ممكن اشوف الفينت بلو بطاي تانيه ما بين اليلو بطاي. لو انا حاطط بس البلو فلتر بس ومفيش اي روتيشن، فيبقى بلو هيمتصه كل البيجمنت، هتمتص البلو لان انا مش حاطط روتيشن، وبالتالي كأن مفيش لايت داخل العين،
لان بلو امتص فمش هتعدي لايت خالص، فبشوف البوتاي كانها دارك بوتاي وزاويه. فانا ممكن اشوف الهايدنجر براشز بكذا طريقه عشان نلم الموضوع. لو انا بصيت لسيرفس بلو سيرفس وخصوصا السكاي، بشوف اليلو بوتاي فيرتيكال بوتاي. لو انا اللايت اللي عندي ده اللي انا مستخدمه بوليكروماتيك، يعني لايت عادي وبيمر من خلال بولارايزد سيرفيس وروتيتنج، هشوف اليولو بوتاي والفينتنج البلو ده بس عماله البوتاي عماله موفابل. لو انا باصص على سيرفيس بلو بس زي ده ومن غير انالايزر، من غير بتاع ده وحاطط البولارايز سيرفيس، هشوف البوتاي بلاك. ده الهايدنجر براش. طب ايه الفسيولوجي بتاعتها؟ الفسيولوجي بتاع الهايدنجر براشز ده بيرجع الى حاجه بنسميها داي كروميز اوف ذا زنفيل بيجمنت في اللي في المكر. ايه هو الداي كروميزم؟ الداي كروميزم ده ان ده افكت ان البيجمنت كان ابزورب الهاي اللاي البولارايزد لايت في وان دايركشن وترانسميت لايت اللي على رايت انجل معاه. يعني اللايت اللي داخل بولارايزد كان ابزورب، بس في اللايت ال يعني هي مش ابزوربشن الفلتر، لو انت جايب فلتر اصفر هيمتص كل الازرق. فينك غطسان فين؟ يا محمد ليه دكتور محمد الدنيا معكوكة؟ لو احنا حاطين فلتر يلو مش هيعدي الازرق، انما البيجمنت اللي موجوده قلنا عشان الديستريبيوشن بتاعتها مش كل اللايت اللي داخل هتمتص، انما هتمتص بس اللي هو البولارايزد لايت اللي في وان دايركشن وترانسميت اي لايت الا ايه ات رايت انجل او البيربنديكولار عليه. يعني ان البيجمنت هتعدي البرش اليلو وفينت من بوتاي تانية اللي هي البلو، وده اللي هو الداي كوراميس. الكلينيكال ابليكيشن اوف ذا هايدنجر براشز بنقدر نستخدمها كماكولار فانكشن تيست، والحقيقه ان الهايدنجر براشز بتختفي ايرلي في السيستويد ماكولار إديما والسنترال سيرر سيروسونوباسي والإيج ريليتد ماكولار ديريشن إيفن إن وزاوت سيمتوماتيك أو بيفور الأفسالموسكوبيك إكشينجز اللي إحنا بنشوف. بنستخدمها تاني كبروجنوزس في الأمبليوبيا، يعني بنعرف إن الأمبليوبيا ده هتتصلح كويس أو بتدينه جود فيجن أفتر إكلوجن لو الشخص ده أو المريض ده بيقدر يشوف الهايدنجر براشز، اعرف ان ده جود بروجنوزس للامبليوبيا تريتمنت. لو ما بيشوفش الهايدنجر براشز بعرف ان ده في باد بروجنوزس. وبرضه بتستخدم للديتكشن والتريتمنت بتاع الاكسنتريك فيكسيشن، بتستخدم في ان انا اقدر اشخص بيها لان هي بتبان في الفوفيا بس، فلو شاف البراشز اكسنتريك ده اعرف ان عنده اكسنتريك فيكسيشن، لو شاف البراشز في السنتر ده بيبقى عنده سنترال فيكسيشن. وبتستخدم في التريتمنت ان في سلايد معينه بنحطها في الساينوبت 4 عشان يشوف الهايدنجر براشز، والعين الثانيه بنحطه قدامه يعني سلايد ثانيه مثلا بتاع الطياره، ف
فاللي عنده اكسنتريك فيكسيشن ما بيقدرش يطبقهم على بعض، انما اللي عنده سنترال فيكسيشن بيقدر يطبقهم على بعض. فيشوف سلايد الكامله بعد ما يحصل فيوجن بيشوف كانها طياره في بوسها مروحه عماله تلف. فاللي عنده اكسنتريك فيكسيشن ما بيقدرش يطبقهم، انما بالتريننج بقى بيقعد كذا جلسه على الساينوبتو فور اقول له حاول ركب الطياره كامله، فبالتريننج بعمل تريتمنت للاكسنتريك فيكسيشن. اخر حاجه في الانتوبتيك فينومينا ده اللي بنسميها الالايد فينومينا. الالايد فينومينا ده عندي منها حاجتين، عندي الفوسفين حاجه بنسميها فوسفين وحاجه بنسميها بلو ارك اوف زيريت. فوسفين ايه اللي هو الفوسفين؟ الفوسفين ده انتوبتيك فينومينا كاركترايزد باي اكسبيرينس اوف سيينج اللايت ويزاوت ان ستيموليشن. يعني ايه؟ يعني اي ستيموليشن للريتنا بيترجم على انه لايت. فوسفين ديت جريك وورد الحقيقه عباره عن فوس وفينين، فوس اللي هو لايت وفينين اللي هي تو شو. ففوسفين معناها بيشوف اللايت. الفوسفين زي ما قلنا بيجي من اي ستيموليشن للريتنا، كيميكال ميكانيكال ستيموليشن، الكتريكال ستيموليشن، ماجنتيك ستيموليشن وهكذا. فالريتنا بتترجمه او الكورتكس بتترجمه على ان ده لايت. بس ممكن الحقيقه يظهر وزود ان ستيموليشن، ودي بتبقى حاله مرضيه بيحصل في الهالوسينوجين دراجز، وده هنقولها بعدين. فالفوسفين عندي منه انواع بقى، في ديجيتال بريشر، في عندي اي موفمنت فوسفين، وفي عندي مورالز لايت ستريكس. وزي ما قلنا ان ده اي ستيموليشن للريتنا بيترجم على انه لايت. ونحط في اعتبارنا ان السيموليشن بيبقى بعكس الفيلد، زي الفيلد بتاعنا بالظبط. سيموليشن في النيزل ريتنا بيحس ان اللايت ده تيمبورال، السيموليشن في التيمبورال ريتنا بيحس ان هو جاي من النيزل سايت. اول نوع من البريشر فوسفين اللي هو ديجيتال فوسفين. ديجيتال فوسفين لو انت غمضت والعين كلوزد وعملنا بريشر بالفينجر على الابر ايليت during closure of the eye بشوف رينج لايتنينج رينج موجوده مكان البريشر دي اللي بنسميها ديجيتال بريشر فوسفين. بس يعني معلش احنا بنقول الكلام ده الواحد ما يضغطش جامد، لان ديت مجرد فيري سلايت بريشر عشان ما حدش يعور عينه. يعني استغلوا حتى الموضوع ده البريشر فوسفين دلوقتي ان في يعني المونيتورنج اوف انتر اوكولار بريشر، في جهاز صغير كده اسمه برو فيو زي القلم زي ما احنا شايفينه في الصوره، ده بنضغط بيه على العين لحد ما نشوف البريشر ديجيتال بريشر فوسفين. ومعمول كاليبريشن في الجهاز ان يقول يحول لي البريشر ده الى انتر اوكولار بريشر زي الابلينيشن تونومتر بيحول الفورس الى بريشر، والاندنتيشن تونومتر اللي هو الشوتس بيحول لي الويت التقل ده بيحوله بمعادله الى بريشر. فالشخص بنعلمه او بيمسك بيبقى ما عنده في البيت ويتن يضغط بيه لحد ما يشوف الرينج الفلاش اللايتنينج رينج ديت، هو ده البريشر اللي ضغط بيه بيترجم على الانترا اوكولار بريشر. بس احنا ممكن نشوف البريشر فوسفين ده في حالات مرضية اللي هو في الفيتراس ليكوفاكش، العيان بيجي يشتكي من فلاشز اوف لايت، وفي الريتينال
ريتينال ديتاتشمنت في ساعه حدوث التير، برضو ده ستيموليشن ريتينا بيجي لي بفلاشز، هي ديت النوع من البريشر فوسفين. في فوسفين تاني او من البريشر فوسفين اللي هي الاي موفمنت فوسفين، لو الانسان قاعد يحرك عينه رايت وليفت رايت وليفت وبعدين وقف شويه وحرك تاني رايت وليفت ورايت وليفت، بيقدر يشوف شادو او رينج هاف رينج لايتنينج ويز اي دارك سنتر في الاوبوزيت فيلد بتاعه زي ما قلنا قبل كده. برضو في بعض الحالات لما الواحد بيبقى نايم وبعدين يصحى فجأة ويقوم من السرير مرة واحدة، وخصوصا في الدارك لايت بيشوف فلاشز اوف لايت، برضو ديت من البريشر فوسفين. وفي عندي المورابز لايت ستريكس، ودي بتحصل للحقيقة في الفيترس ليكوفاكشن ويز ايجينج او سينرجيسس في الفيترس، حركة الفيترس مع تاتشنج الريتنا بيديني ستيموليشن للريتنا ويترجم على انه لايت ستيمولس للريتنا. اخر حاجة في الفوسين اللي هو البلو ارك اوف ذا ريتنا. البلو ارك اوف ذا ريتنا هو ده الحقيقة اللي فكر فيه او اللي شافه او اللي ذكره اللي هو البركنجي. بركنجي عمل حاجات كتير قوي، ودايما حتى كان بيسميها باسمه زي البركنجي سامسونج ايمج 3 ايمج اللي كنا بنشوف بها الافيكيا، والبركنجي 3 زي ما قلنا، وفي التايبز اوف فيجن اللي هو السكوتوبيك فيجن والفوتوبيك فيجن عمل حاجه اللي هي بركنجي شيفت، يعني حاجات كتير عملها بركنجي. ايه هو البلو ارك اوف ذا ريتنا؟ لو في دارك روم واحنا فيكسيتنج بوان اي اي بوينت اوف ريد لايت، وخصوصا لو كانت مثلا في شكل ريكتانجولار لايت، ونركز على التيمبورال سايد بتاعت الريكتانجل ده، هنقدر نشوف تو هوريزونتال بلو لاينز، وان اب والتاني بلو، راديتنج من الفيكسيشن بوينت رايحين ناحيه البلو البلايند سبوت. فلو الانسان في بلاك في دارك روم فيكسيتنج الريكتانجولار ريد ده بس باصص على التيمبورال سايد بتاعته، يشوف ارك بلو اب وارك بلو داون راديتنج من الفيكسيتنج بوينت على البلايند سبوت. هنرجع لها تاني. ده البلو ارك. الريد ده هنا الفيكسيتنج بوينت وهنا البلايند سبوت. سببها ايه؟ سببها secondary stimulation بس electrical stimulation للنيرف فايبر لاير. ولها تفسيرين هنجيلهم دلوقتي. ادي البلايند سبوت، ادي الفيكسيتنج ريكتانجولار ليد. لو انا عامل فيكسيشن على التيمبورال سايد بتاعه فهتقع صورته هنا، وادي البلايند سبوت مفروض صورتها هنا، فبشوف رادييتنج من الريد سبوت او الريد ريكتانجولار للبلاك للبلايند سبوت. تفسيرها ايه؟ الحقيقة مش عارفين التفسير الحقيقة ليه، إنما some
بيبول اكسبليند ات كان ديت ديو تو الكتريكال شورت كارنت بتوين الاكسون فروم جانجليون سيل اندر ذا ريد سيموليشن اند جانجليون سيل ان كاوتش الونج ذا باس اوف ذوس اكسون. الحقيقة نقولها بالبلدي عشان نقدر نفهمها، زي بالضبط بالضبط في سلوك كهرباء ماشية، بس الكهرباء ماشية في سلك واحد من السلوك دي والسلوك دي جنب بعضيها. لو في حصل تلامس ما بين السلوك اللي ما فيهاش أصلا كهرباء، هيحصل اللي احنا بنسميه بالبلدي حصل ماس، وتلاقي فيه شرارة كده طلع. فالفايبر اللي ماشية من اللي انا عامل استام، انا فيكسيتنج على بوينت معينه، فالسيموليشن ماشي في الاكسون بتاعه الفايبر اللي جايه من الريسبتور اللي انا باصص بيها، بس حواليها فايبر تاني ما فيهاش اصلا السيمولاس من الاول، فالتلامس الفايبر ده بيحصل شورت كارنت ما بين الفايبرز اللي اصلا ماشي فيها الاستيمولاس والفايبر اللي جنبيها اللي اصلا مش ماشي فيها ستيمولس. فالفايبر اللي ما كانش الستيمولس ماشي فيها هي دي اللي بتديني الكيرف ده. في اذر؟ لا، قالوا لا مش ده السبب، ان زي ما احنا ما قلنا الكوز الاساسي ما احناش عارفينه. في بعض الساينس فكروا قالوا لا ده اللايت بيدخل زي ما قلنا من خلال النيرفو فايبر على الجانجولون سيل على البايبولار سيل، يعني بيمشي بالعكس ويروح للريسيبتور، فما قبل ما بيوصل للريسيبتور بيمر على الجانجولون سيل. ففي بعض الجانجولون سيل بتتأثر بالبلو بالريد لايت اللي هو اللونج ويف لينز، فالجانجولون سيلز هي اللي عملت استيميوليشن للارك ويت البلو ارك اللي فوق والبلو ارك اللي تحت. لازم نفرق بقى حاجه في الانتوبتك فينومنا وحاجات بتبقى اصلا مرضيه شويه. انتوبتك فينومنا ده فيسيولوجيكال فينومنا، انما في بعض الحالات دخلوها تبع الفوسفين، بس هي الحقيقه مش فيسيولوجيكال، انما بتبقى مرضيه او باثولوجيكال شويه نتيجه بعض الكيميكالز وبعض الدراجز. والحاجات ديت او المجموعه دي سميناها كلوزد اي هالوسينيشن، بتظهر في صور كتير جدا، يا اما فيجوال نويز، يا اما لايت اند دارك شادوز، يا اما باترن موشن، يا إما أوبجيك أوفر لابنج البعضيها. ففي بعض الكيميكالز وبعض الدراجز، كيميكال زي كل معظم المخدرات وخصوصا المارجوان، بعض الدراجز وخصوصا بتاعة الشيزوفرينيا بتعمل لي الهالوسينيشن دي. فالشخص اللي بياخد الحاجات دي ممكن يشوف أشكال كتيرة جدا، زي ده وهو مغمض عينيه يتخيل المنظر ده أو المنظر ده أو المنظر ده أو حاجات بتتحرك قدامه كده، أو أشكال ملهاش أو مناظر ملهاش شكل معين، وممكن يشوف الحاجات دي عمالة تتحرك أو بتلف. بشبهها دايما بالأورا بتاعت المايجرين بالظبط، ودي الحقيقة باثولوجيكال نتيجة الكيميكالز أو بعض الدرجز. يعني أرجو أن أنا أكون وصلت لكم في شوية الكلام البساط دول، أن أنا أقدر أكون الحقيقة فهمتكم أو فهمتم أو طلعتوا بحاجة من الأنتوبتك فنومنا. ولو في أي حد عنده استفسار أنا تحت أمركم. شكرين جدا دكتور عربي على المحاضرة القيمة دي، وإن شاء الله ربنا يخليك يا دكتور محمد.
وبإذن الله أنا عايز السادة الحضور ما ينسوش إن في محاضرة الأستاذ عطيات يوم الأربعاء في نفس الموعد الساعة 9 عن الـ Vertical Muscle Strabismus بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. لو في حد ليه أي سؤال بقى يبعت لنا وأنا ننقله للأستاذ عربي على طول لو في أي حاجة، تحت أمركم دايما يعني. أنا ما عنديش أسئلة على الشات. هل في حد يرفع إيده لو عايز يسأل الدكتور عربي أي حاجة؟ حد من الحاضرين؟ أنا مش شايف حد رافع إيده لسه، ما زلنا. ده دليل، ده دليل حاجة بصراحة يعني. يعني يا إما ما هو يا الكلام فاهمين مفهوم قوي أوي يا أوي، إما الموضوع الكلام صعب. مفهوم وأنا بسطته بحيث إن الكل فاهمه، يا الموضوع صعب محدش فاهم منه حاجة خالص ما هو خالص، دايما دايما الأسئلة to clarify. يا إما محدش فاهم أي حاجة خالص خالص، فقالوا أنا خدتها من قصرها كده ومن، بس أرجو أرجو أتمنى طبعا أن يكون التوقع الأولاني أن الناس احنا فهمت. متشكرين جدا 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 دكتور عربي، ومتشكرين للدكتور محمد علي اللي قعد معانا وهو كان بيدير الجلسة ديت معانا، ده كان هو اللي ماسك الجلسة دي، وانا جيت برضو وطلعت ودخلت لان الدكتور محمد علي دايما احنا وهو فريق واحد. ومتشكرين متشكرين للاستاذ جدا جدا عطيات. يا دكتور يا محمد علي، مساء الخير الأول. مساء النور يا حضرتك يا فندم، حضرة متشكرين ممتعة جدا الأستاذ الحقيقة عطيات اللي يعني. حضرت لا أول بس إن واحدة. شاء الله ناخد رأيك، بس إن شاء الله تكون اتفهمت يعني، بس لا لا يا فندم، جميلة جدا، تسلم ربنا حضرتك. ربنا يخليك يا متشكرين دكتور جدا يا محمد، دكتور عربي. ربنا يخليك. دكتور متشكرين جدا. محمد، نعم كان الدكتور حسني بيقول عاوز يدي الاثنين، فأرجوك اللي تشوفه لو جاي، مش لا ده حيث. هو قال ان مش هيدي اللي جاي، هيدي اللي بعده. طب خلاص يعني انا حد الاثنين اللي جاي، هتدي ايه الاثنين اللي جاي حضرتك؟ ندي الموضوع اللي انا كنت حاديه النهارده وانت قلت عاوزين اللي هو الانتوبتيك اللي هو الفوتو كيمستري اوف فيجن. الفوتو كيمستري اوف فيجن ان شاء الله. ان شاء الله ماشي يا دكتور عربي. ان شاء الله. تمام شكرا يا جميل، شكرا، متشكرين ربنا قوي، يخليك. لا متشكرين. لا لا، تحت امركم تحت لا يكفي، امركم. شكرا دكتور، السلام عليكم. السلام عليكم جميعا.